إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، إن السكينة لفظة تشنف لها الآذان، وتطرب لها القلوب، وترتاح لها النفوس. ذلك أن السكينة هي أثر عن الطمأنينة التي هي مبتغى كل مخلوق. ذلك أن الناس يسعون إلى أن يعيشوا حياة مطمئنة وحياة مفعمة بالسكينة. ولذلك ربنا جل وعلا من بالسكينة على بعض خلقه وعباده لما علم من إخلاص نياتهم وصلاح قلوبهم وسعيهم في طلب مرضات الله رب العالمين. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك السكينة أيها المؤمنون هي نعمة من الله جل وعلا، محلها القلب، ويظهر أثرها على الجوارح وعلى الأقوال والأفعال والتصرفات. ولذلك تجد أصحاب السكينة من أكثر الناس ثباتًا ورباطة جأش في الأفراح والأتراح، وفي الآلام والآمال، وفي الأحزان وفي غيرها. ذلك أن هذه السكينة التي تربعت على عرش قلوبهم أنتجت هذا التصرف العظيم بسبب ما منحهم الله جل وعلا إياه. ولذلك كثير من الناس يعيشون حالة من الاضطراب وحالة من القلق، يبتغون السكينة ويضلون طريقها. والله جل وعلا قد بين الطرق الموصلة إلى هذه السكينة حينما تطمئن القلوب. ولذلك من أول ما ينبغي للمسلم أن يعلمه أن أول سبب من أسباب حصول الطمأنينة التي تنتج السكينة هو الإيمان بالله رب العالمين. ذلك أن الإيمان بالله جل وعلا سبب من أسباب ثبات القلب، وسبب من أسباب نور العقل. قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فواجب على من ابتغى السكينة وأرادها أن يقوي إيمانه وأن يزيد من يقينه، وذلك بالاستجابة لأوامر الله جل وعلا ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني أيها المؤمنون الذي يقود إلى هذه السكينة المبتغاة هو كثرة ذكر الله رب العالمين. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله،
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله جل وعلا منه قراءة القرآن وترطيب اللسان بتمجيد الله جل وعلا وتقديسه، وأن يقبل الإنسان على ذكر الله بقلبه وقالبه، لا أن يذكر الله بلسانه فقط بمعزل عن التدبر والتفكر فيما يقول ويقرأ. الطريق الآخر أيها المؤمنون الاستجابة لله جل وعلا فيما أمر من العبادات، ومن ذلك الصلوات الخمس، فإنها محل السكينة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، فإذا أقيمت الصلاة دخل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينزاح عنه ذاك الحزن وهذا الهم. ولذلك الصلاة عباد الله محل للسكينة، وربنا جل وعلا يقول عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمن يخشع في صلاته يتلذذ بهذه العبادة ويعيش طمأنينة وسكينة لا حدود لها. وكذلك من الأسباب الجالبة للسكينة المبتغاة ما يتعلق بالتفكر في آيات الله تعالى الشرعية وفي آيات الله تعالى الكونية. قال الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالتفكر في آيات الله الكونية والتفكر في آيات الله الشرعية سبب من أسباب الطمأنينة والسكينة التي يريدها ويبتغيها كل مخلوق. ولذلك تفكروا في آيات الله الشرعية تفكر من يعمل بمقتضاها، وتفكروا في آيات الله تعالى الكونية تفكر من يقوده إلى بيان عظمة الله جل وعلا وتقدس. كذلك عباد الله من الأمور التي ومن الأسباب التي تجلب السكينة بإذن الله جل وعلا إفراغ الذمة مما اشتغلت به من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين، والوقوف على قنطرة الاعتدال والتوسط في التعامل مع ما أمر الله جل وعلا به. ذلك أن المسلم كلف بأعمال وبعبادات وبطاعات، فمتى ما إن أداها شعر بطمأنينة وراحة. وهذا يجده بعض الناس أو أغلب الناس حينما يدخل وقت الصلاة وهو من أهل الصلاة، تجده في قلق دائم وفي تفكير مستمر حتى إذا أدى الصلاة اطمأن قلبه وارتاحت نفسه وشعر بأنه قد أدى حقا عظيما، فعاد على قلبه بالطمأنينة وعلى نفسه بالخشوع. كذلك عباد الله أداء حقوق المخلوقين سبب من أسباب السكينة بإذن الله جل وعلا. فقيام الإنسان على حقوق زوجته وبيته، وقيام المرأة على حقوق زوجها وبيتها، القيام الشرعي يورث السكينة بإذن الله رب العالمين. لأن الذمم إذا اشتغلت بقيت قلقة مضطربة مرتبكة، فمتى ما إن أدى الإنسان الحق أورثه الله جل وعلا سكينة يتنعم بها وألبسه ثوبا من ثياب الطمأنينة.
ولذلك تجد بعض الذين يقترضون من الآخرين وقد أشغلوا ذممهم بهذا القرض، تجدهم على الدوام في تفكير مستمر وفي قلق دائم، فمتى ما إن أدوا الحق اطمأنوا وارتاحوا. ولذلك من أراد السكينة ورامها وابتغاها فعليه أن يؤدي حقوق الله جل وعلا وأن يؤدي حقوق المخلوقين. كذلك عباد الله، من أسباب السكينة أن يكون الإنسان صادقا مع ربه ومع نفسه ومع من حوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قضية ترك كل ما هو فيه ريبة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي حديث وابصة بن معبد حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابتدره النبي عليه الصلاة والسلام فسأله: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب ودعاه إلى أن يقف على اليقين وأن لا يسلك مسالك الريبة ومسالك الشبهات. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه بعض الأسباب التي تجلب السكينة المبتغاة، وغيرها كثير. وفقني الله وإياكم لأن نرزق السكينة والطمأنينة، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن أصحابه وعن أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من أسباب جلب السكينة الصحبة، لا سيما ما يكون بين الزوجين، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ويقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك إذا وفق الرجل بامرأة صالحة، إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها أسرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، لا شك بأن هذا سبب من أسباب السكينة. كذلك المرأة إذا وفقت برجل صالح يتقي الله عز وجل فيها، فإن هذا سبب من أسباب السكينة بإذن الله جل وعلا. كذلك من أسباب السكينة أيها المؤمنون الرفقة والصحبة الطيبة، ودليل هذا قول الله جل وعلا في حديث الهجرة، يقول سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين، يقول جل وعلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. الله أكبر. أبو بكر الصديق صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله جل وعلا السكينة، قيل على أبي بكر وقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك هذه الصحبة الطيبة. وهذا أمر مجرب لا يحتاج إلى برهان،
فمن صحب الأخيار يجد بأن نفسه مطمئنة على الدوام والاستمرار، ومن صحب الأشرار يجد بأن نفسه دائما قلقة ومضطربة وخائفة ومستفزة ومنفعلة. ولذلك من المهم يا من تبتغي السكينة، عليك بصحبة الأخيار وعليك بمجالس الأبرار، فإنها سبب من أسباب جلب السكينة. أمر آخر والأسباب كثيرة: ترك فضول النظر والكلام والخلطة، فإن بعض هذه الأمور تورث القلب قسوة، والإنسان طبيب نفسه وعلى نفسه بصيرا. ولذلك كثير من الناس يعاني قسوة ووحشة في صدره وفي قلبه، سبب ذلك هذا الفضول، فضول النظر وفضول السماع وفضول الكلام وفضول الخلطة مع الآخرين، فيعود وقد قسى قلبه وأصبحت الوحشة بدل السكينة هي التي تسكن صدره، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، السكينة لا شك بأنها مبتغى كل إنسان، ومن أرادها فعليه أن يسلك طريقها وأن يبذل أسبابها ليحصل على هذه السكينة التي تعود عليه بالطمأنينة، التي تعود عليه بالراحة في الدنيا والنجاة يوم القيامة. ونحن في وقت انتزعت فيه السكينة لدى كثير من الناس بسبب خطئهم في سلوك طريقها وفي بذل أسبابها، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وفلاح، وأن يدلنا على كل بر ونجاح، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير في الدنيا والنجاة يوم القيامة. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الأئمة والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد يا ربنا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا رئيس الدولة ونائبه وجميع حكام الإمارات، وفقهم اللهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وفي أهلينا وأموالنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.